سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش الوطني تكبد ميليشيا إيران الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهات جنوب مارب. اللاجئون اليمنيون في الصومال يشكون عدم وفاء مفوضية اللاجئين بالتزاماتها. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. كبدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ميليشيا إيران الحوثية يوم أمس خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب. وقال أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الرقيب دبوان لسبتمبر نت، قال إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت يوم أمس معارك ضارية بعد محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة الفليحة. وأكد العميد دبوان سقوط عشرات القتلى والجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة. في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تجمعات وتعزيزات وآليات تابعة لميليشيا إيران الحوثية على امتداد خط المواجهات في جبهات مارب الجنوبية. وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدات عسكرية ومصرع جميع من كانوا على متنها. أكد تقرير محلي مصرع وإصابة أكثر من 200 عنصر حوثي من أبناء محافظة إب نيران قوات الجيش الوطني في عدد من الجبهات خلال فبراير الماضي. وقال تقرير شبكة إب الإخبارية بأن 74 عنصرا حوثيا من أبناء إب قتلوا خلال الشهر الماضي، فيما أصيب 130 عنصرا بعضهم بجروح بالغة وإعاقات دائمة. وأشار التقرير إلى أن أغلب القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا حتفهم بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهات جنوب مارب. أكدت مصادر محلية مقتل القيادي الحوثي المكنى بأبي مازن والمنتحل لرتبة عقيد محمد غالب سيف بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة الأحطوب غرب تعز. وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي الهالك ينحدر إلى حذران بمديرية التعزية، وكان يعمل قائدا لما يسمى بكتيبة القناصين في صفوف ميليشيا الانقلاب. وأشارت المصادر إلى أنه كان للهالك دورا كبيرا في تسهيل دخول ميليشيا الحوثي إلى منطقته وتشريد الأهالي ونهب منازلهم وتفجيرها. تداول نشطاء صورا تظهر عبارات مكتوبة على جدران وسط العاصمة المحتلة تطالب الميليشيا الحوثية بالرحيل على وقع تنامي الغضب الشعبي ضد ميليشيا التجويع والجبايات والأزمات. نتابع. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبارات تطالب ميليشيات الحوثي بالرحيل، كتبت في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، ما يعكس حجم الغليان الشعبي ضد الميليشيات المدعومة إيرانيا. وتصاعد الغضب الشعبي نتيجة انعدام الخدمات نهائيا في صنعاء ووصول سعر صفيحة البنزين 20 لترا إلى 40 ألفا، فيما وصل سعر اسطوانة الغاز إلى 20 ألفا في سوق الحوثيين السوداء. ويكابد سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أزمات وجبايات وقمع وإرهاب منذ 7 سنوات، الأمر الذي حول تلك المحافظات إلى أشبه بسجن كبير يضم الملايين وتحكم إغلاقه ميليشيات ظلامية طائفية. وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارات ارحل يا حوثي، والتي كتبت في شوارع حدة وبيت بوس في قلب العاصمة في تحدي لميليشيات الإرهاب والجبايات الحوثية. واعتبر نشطاء أن العبارات المطالبة برحيل الحوثيين تأتي في سياقها الطبيعي رفضا وتنديدا بالميليشيات الإيرانية وبما آلت إليها الأوضاع نتيجة سيطرتها، معتبرين بأنها بدايات ومقدمات للغضب الكبير. وأشار النشطاء إلى أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وأن الكتابة بالطلاء على جدران الشوارع مقدمة للكتابة بالدم على نهاية الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن. ولفتوا إلى أن الأحرار في صنعاء يكتبون على جدران الشوارع ارحل يا حوثي ولا حوثي بعد اليوم، في مقدمات ومؤشرات على ثورة حقيقية تنتزع الكهنوت وتزلزل أقدام مرتزقة إيران
الذين حولوا اليمن إلى حوزة إيرانية. جددت الحكومة إدانتها لجريمة نهب ميليشيا إيران الحوثية لممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها، وحذر وزير الإعلام معمر الإرياني من تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية لعمليات نهب ممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي من منازل وأراضي وعقارات واقعة في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى. وأوضح وزير الإعلام أن نهب ميليشيا الحوثية لممتلكات المواطنين وتوجيهها لصالح دعم المجهود الحربي هو عمل انتقامي جبان يكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام. وشدد وزير الإعلام التأكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات باعتبارها صادرة عن ميليشيا انقلابية تم تصنيفها دوليا كجماعة إرهابية، وقال إن كل ما يترتب عليها هو في حكم المعدوم. ودعا وزير الإعلام المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية إلى عدم التورط في مثل هذه العمليات كونها جرائم جنائية تضع جميع المتورطين فيها تحت طائلة القانون. وتواصل ميليشيا الحوثي نهب أموال المواطنين وممتلكاتهم في محافظة المحويت، حيث شكلت لجانا لنهب مواشي المواطنين لدعم مقاتليها، وشرعت في مصادرة أموال وبيوت المعارضين وتسليمها لموالين لها في مختلف المديريات. غابت الدولة وحضرت المواشي، هكذا بدت ساحة المجمع الحكومي بمدينة المحويت عاصمة المحافظة مكتظة بالمواشي بعد جمعها من مديرية المحافظة من قبل مشرفي الميليشيات الحوثية بالتهديد والترهيب للرافضين من مالكي المواشي. فالميليشيات الحوثية لا ترى في المحافظة إلا موردا ماليا لملء خزائنها أو موردا بشريا لتعزيز معاركها الخاسرة، من عكس سلبا على حياة الناس ومعيشتهم التي أحالتها الميليشيات ومشرفوها إلى معاناة لا تنقطع. نهب الممتلكات أصبح سلوكا يوميا تمارسه الميليشيات، فقد ذكرت منظمة راصد للحقوق والحريات أنها وثقت أكثر من 32 حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل وسيارات وأموال استهدفت مصادرة وحجز منازل وممتلكات أبناء المحافظة الموالين للشرعية والاستيلاء عليها منذ مطلع يناير من العام الجاري، من بينها منازل قيادات بالمقاومة. وبحسب المركز الإعلامي لمحافظة المحويت عن مصادر محلية بأن القيادي الحوثي خالد الخزان المسؤول فيما يسمى باللجنة الرئاسية شكل لجنة من المشرفين للقيام بهذه المهمة في مختلف مديريات المحافظة. لم تكتفي ميليشيات الحوثي بتشريد وتهجير أبناء محافظة المحويت، بل اليوم تقوم بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم ومنازلهم بقيادة الحوثي خالد الخزان. اليوم تشكل ميليشيات الحوثي لجان لها لشرعنة السطو على المنازل ومصادرتها في مختلف المديريات والحزر والقرى. رصدنا أكثر من 35 منزلا التي تم مصادرتها وحجزها في مختلف المديريات والحزر والقرى. أيضا هناك حملة واسعة لنهب مواشي المواطنين في القرى والحزر والأرياف يقودها القيادي الحوثي جبران الرازحي الذي أتى من محافظة صعدة أو من كهوف صعدة لمصادرة ونهب المواشي أبناء المحافظة. مقابر الموت كانت هي الإنجاز الوحيد الذي حققته الميليشيات الحوثية في محافظة المحويت، فقد افتتحت في الفترة الأخيرة عددا من المقابر لاستيعاب جثث القتلى التي ترد على المحافظة من مختلف جبهات القتال. إمعان في حصارها لأبناء محافظة الجوف وإغراقهم في الأزمات. أقامت ميليشيا الحوثي نقاط تفتيش لمصادرة أي كميات شخصية من البنزين واسطوانات غاز ومنع دخولها إلى المحافظة. وقال مدير مكتب إعلام الجوف يحيى قمع بأن ميليشيا الحوثي تحاصر الشعب مع سبق الإصرار والترصد. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا احتجاز مئات من مقطورات الغاز والبنزين في أطراف محافظة الجوف ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها ضمن خططها لافتعال أزمة وقود ورفع قيمته في الأسواق السوداء التي يملك غالبيتها قيادات نافذة في ميليشيا الانقلاب.
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية يوم أمس منح المرأة اليمنية وثائق جواز السفر دون أي اشتراطات، معتبرة ذلك حق من حقوق المرأة. وأصدرت الوزارة تعليمات إلى مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية قضت بمنح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات. ونصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوازات في القرار الصادر على تسهيل حصول المرأة اليمنية على جواز السفر وفق الشروط التي تنص عليها القانون واللائحة التنفيذية. وأشار المصدر لموقع وزارة الداخلية أن التوجيهات جاءت من قيادة الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام. قال المركز الأمريكي للعدالة بأن ميليشيا الحوثي ترتكب انتهاكات ممنهجة ضد المرأة اليمنية. وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعا المركز الأمريكي للعدالة إلى حماية حقوق النساء وتحقيق السلام والاستقرار. وأوضح المركز أن النساء في اليمن يتعرضن لصنوف مختلفة من الانتهاكات الأسرية والاجتماعية، في حين تعيش ملايين النساء أوضاعا معيشية صعبة ويقاسين ظروف النزوح جراء الحرب الحوثية. وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن الانتهاكات الحوثية ضد المرأة وصلت حد الاختطاف والإخفاء القسري والاغتصاب والاستغلال والابتزاز الجنسي داخل وخارج مراكز الاحتجاز وتشويه سمعتهن ودفع ذويهن إلى التخلي عنهن والتبرؤ منهن. وطالب المركز وقف الانتهاكات ضد المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة والسماح لهن بالمساهمة في تقرير مصير بلدانهن والمشاركة السياسية في كافة الفعاليات الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار والانصات إلى أصواتهن في هذا الشأن. تظاهر العشرات من اللاجئين اليمنيين في الصومال احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها منذ وصولهم إلى مخيم اللجوء في بوصاصو. وقال اللاجئون إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تفي بالتزاماتها تجاههم ولم تعطهم الحقوق المكفولة بموجب لوائح اللجوء. وأوضح اللاجئون الذين يواصلون اعتصامهم لليوم 9 على التوالي افتقارهم لأدنى مقومات الحياة بما فيها الغذاء والدواء. وقال أحد المعتصمين في تصريح لقناة سهيل بأنهم اضطروا لبيع مقتنياتهم وتلفوناتهم ورهن جوازاتهم وبطائق اللجوء مقابل الحصول على الأكل، مشيرا إلى أن إدارة المخيم الذي يتواجدون فيه منذ 4 أشهر طردتهم من المخيم بعد نشر قضيتهم من قبل بعض وسائل الإعلام اليمنية. وشكى اللاجئون من تعرضهم للمضايقات والتهديدات وأكدوا أن حياتهم معرضة للخطر. وطالبوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة اليمنية في الصومال والجهات ذات العلاقة في بلد الاستضافة بعمل حلول جذرية وسريعة لمشاكلهم المتفاقمة. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة بالتنسيق مع شركاء اليمن في التنمية على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال استقباله يوم أمس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد بوزان. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوسع في زراعة القمح على ضوء الأبحاث التي أنجزتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية بحضرموت ونجاح التجربة في أبين. وناقش اللقاء القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي في اليمن وجوانب التنسيق والشراكة القائمة بين الحكومة والأمم المتحدة، إضافة إلى الترتيبات الجارية لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن المقرر عقده في 16 مارس الجاري وما يمكن اتخاذه لتحويل الدعم الإغاثي إلى تنموي. أقرت لجنة النفط والغاز في محافظة مارب اتخاذ إجراءات عقابية بحق وكلاء شركة النفط المخالفين واعتمدت آلية جديدة لتوزيع المشتقات في المحافظة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة وكيل محافظة مارب الدكتور عبد ربه مفتاح. وأوضحت وكالة سبأ أن لجنة النفط والغاز أقرت تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية وفرع شركة النفط لتنظيم وتسهيل عمل وكلاء توزيع المشتقات النفطية ومنع افتعال الأزمات. وأقرت اللجنة إجراءات عقابية بحق وكلاء شركة النفط المخالفين بحسب نوع المخالفة، كما أقرت رفع حصة المناطق ذات الكثافة السكانية من مخصصات المديريات التي هجروا منها وتأمين مرور مقطوعات المشتقات النفطية من صافر إلى نقاط وصولها. ودعت اللجنة الأمنية
ودعت اللجنة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة إلى تشديد الرقابة في النقاط الأمنية والعسكرية في مداخل المحافظة لمنع تهريب المشتقات النفطية والغازية وعدم السماح بمرور أي مواد نفطية أو غازية من المحافظة إلا بتصاريح رسمية صادرة من الشركتين. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قوات الجيش الوطني تكبد ميليشيا إيران الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهات جنوب مارب. اللاجئون اليمنيون في الصومال يشكون عدم وفاء مفوضية اللاجئين بالتزاماتها. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.